السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كنترول. بشرح اليوم بلر ار زد وايضا برر بيس بيفيس اللي هو مانشستر اند ديفرنت مانشستر. شرح البلر ار زد: عند الواحد راح تكون الرسمة كذا، وعند الصفر راح تكون الرسمة كذا. نبدأ. بسم الله. قابلنا في واحد صفر، صفر، واحد، واحد، وصل بينهم. هذه البلر ار زد يكون ثابت عند الواحد بهذا الشكل وعند الصفر بهذا الشكل. شرح البلر بيفيس مانشستر: عند الواحد يكون بهذا الشكل وعند الصفر يكون بهذا الشكل. بسم الله. نبدأ. هنا فوق، هنا هنا، والصفر. صفر رسمته يكون كذا. أيضا قابلنا في واحد وقابلنا في واحد هذا هو المانشستر، تكون ثابتة عند الواحد بهذا الشكل وعند الصفر بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي للمانشستر. شرح بلر بيفيس ديفرنتيال مانشستر يقول لك: هذا البت الذي يلي الصفر صفر، فإن رسمه تصبح عكس. راح توضح معنا كل شيء. إذا البت الذي يلي الصفر بت واحد، فإننا نكمل على الصفر بالرسمة. راح يتضح معنا بالشرح. بسم الله. أول شيء هنا معنا صفر، نبدأ من تحت. معنا صفر، الصفر يبدأ من تحت اللي هو عكس الديفرنت، عفوا عكس المانشستر. إذا البت الذي يلي الصفر صفر، فإن الرسمة تصبح عكس. هل الذي يلي الرقم هذا البت يليه رقم صفر؟ لا، يليه ماذا؟ إذا البت الذي يلي الصفر بت واحد، فإن نكمل على الرسمة على نكمل على الصفر بالرسمة. نكمل من هنا. طيب، هل البت الذي يلي الصفر إذا البت الذي يلي الصفر صفر، فإن الرسمة تصبح عكس. يعني أرسم كذا عكس عكس الصفر ذا. أيضا هنا صفر يليه صفر تكون عكس، تكون عكس، ما تكمل هنا، ما تكمل عليها، تكون من هنا. ايضا الصفر يليه واحد، يعني نكمل عليه. هذا هو شرح بولر بيفيس ديفرنتيال
مانشستر او ديفرنت مانشستر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.